تفضل. السلام عليكم. شوف وين صار. لحظة أخونا باسل. عليكم السلام. من معي؟ من معي؟ أبو يعقوب. أبو يعقوب تفضل. أبو يعقوب عندك حديث صحيح كتاب الله وسنتي؟ لا أنا تشيعت الآن خلاص. لا احنا نريد اول شيء تعطينا حديث صحيح بعدين الان تشيعت بارك الله. الان لحظه يعني خلافه ابو خلافه ابو بكر باطله صح؟ انا اتشيعت. لا لا لا, لا لحظه اوقف. انت مو تقول تشيعت الان يعني خلافه ابي بكر باطله صح؟ لكن اريد لحظه قبل لكن انت تقول تشيعت الآن. شوف أخواني اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الآن يقول بصحة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. الآن اتفضل بما نتشيعت قل أشهد أن خلافة أبي بكر باطلة. تفضل. وهذا واجب لا 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 أنت الآن تقول علي بن أبي طالب هو الخليفة الحقيقي والصحيح. هذا واجب ولا فرض؟ لا 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 علي انت الان تشيعت الان تقول ان عليا عليه السلام هو الخليفه. شوف اخواني هذه الالاعيب هذا تدرون من هذا اللي تكلم والعياذ بالله باع شرف اللي ولدته من اجل ان يدخل الى البرنامج للاسف. طيب استاذ عمار والاخ باسل من فلسطين. من فلسطين تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عمار علي من فلسطين. أحسنت أستاذ عمار حياكم الله. أستاذ عمار أين نجد سنة النبي صلى الله عليه وآله؟ هل تقصد حديث يحض على السني أم تقصد أين تطبيقها يعني؟ أنتم مو سنة أنتم سنة ولا إيش؟ نعم. أنتم ما عندكم كتاب الله وسنتين تينا من هذا الأمر وهذا إعلان بعجزكم. ما عندكم من قال من تقول ما عندك حديث صحيح؟ تفضل طيني. نعم موجود. يلا قوله. حديث الرسول في البخاري ماذا يقول؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني الحظ على السنة. هذا تركته في هذا موجود في أصح كتبنا هو كتاب البخاري رقم 5063. هذا تركته فيكم كتاب الله وسنتي. انتهى الموضوع. هذه أصح كتبنا وبالتالي انتهى الاحتجاج في الأمر. زين حديث كتاب الله وعترته كله ضعيف. عليكم السلام. لحظة سواء في الطبراني أول نقطة أخونا عمار أول شيء إذا ما عندك كتاب الله وسنتي أنه عندك الآن موجود. لا لا هذا حديث آخر. اسمع ناقش الحديث الآخر. لا أنت تريد سنتي أعطيتك سنتي أين المشكلة؟ بلفظ آخر تقول من رغب عن سنتي فليس احنا منكرين. احنا لا أخي أخ عمار احنا كشيعة وسنة هل نحن منكرين لوجوب اتباع سنة رسول الله؟ هل قال لك أحد احنا منكرين لوجوب اتباع سنة رسول الله؟ ها؟ لا ما منكرين. خلاص الخلاف معك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ترك لنا سنه. اين السنه اللي تركها رسول الله وعند من؟ هذا الذي نتكلم عنه اخي. النبي قال تركت لكم سنه. وين السنه اللي تركها رسول الله؟ وين الحديث اللي يقول بسند صحيح ان النبي ترك لنا سنه؟ وين؟ زين لحظه سيدنا عمار لحظه خلينا ننقض الامر من جذور. لحظه لا انت تريد كل سنتي اعطيتك سنتي انت انا اريد اناقشك في هذا يا اخي. بس اهدوا انت تقول انه النبي قال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث في اي شيء ورد؟ في البخاري رقم 5063. اي في اي شيء في اي شيء ورد في اي قضيه؟ جاء ثلاثة أشخاص إلى الرسول قال بعضهم أنه لن يتزوج والآخر قال أنه سيصوم. فقول فهدوا عليهم الرسول أنه يجب التمسك بالسنة بسنة الرسول. لحظة في ناس رادوا الحديث أمامي. تريد أقرأ الحديث موجود أمامي بالنص موجود. أقرأ أنا أعطيك إياه باختصار. تفضل أقرأ. نعم جاء ثلاثة طرات إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في ابن حبان.
ولا أقرأ لك من البخاري، جاء ثلاثة أطراف إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه كأنهم تقالوها فقالوا، تقالوا يعني استقلوها، فقالوا أين نحن كأنهم شنو؟ الله عليه كأنهم شنو؟ تقالوها، تقالوها يعني اعتبروها قليلي. زين. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا تزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حط على السنة، خلاص انتهى الموضوع. هو يعني تمسك بالسنة. أهدأ. واضح، واضح جدا. إذن هنا وموجود في ابن، في ابن حبان موجود أيضا في صحيح ابن حبان. يا أخي سمعونا الله يرضى عليك، أنت خلاص قلت الحديث. شوف أنا تركتك تكمل الحديث بكل هدوء. زين. الآن هنا سنتي في الزواج صح ولا بالعموم؟ لا هو قال سنتي بالعموم، لم يقل سنتي بالزواج. لا قال وأتزوج النساء. شوف قال أتزوج النساء، فهنا يقول أنه السنة في أن الإنسان يتزوج صح؟ لا هنا سنتي كلمة عامة، لم يقل سنتي في النساء. لا هنا لا يجوز، لا يجوز إذا قال سنتي في النساء. لا قال سنتي. علماءك يقولون، هو سياق الكلام باين، وعلماءك يقولون هذا محمول على من رغب عن الرخصة، لقوله صلى الله عليه وآله من رغب عن سنتي فليس مني، وهو هذا تكلموا عن هذا الموضوع. زين زين. قال سنتي النساء. لا قال سنتي لا 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 هو لا، لأن الحديث هو على الزواج وأنا راح أقبلها عامة، هو الحديث بس أبين للناس. لا سنتي عامة، هل تأتي لا 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 ما في عامة، سياق الكلام، سياق الكلام حول الزواج، لكن أنا أقبلها عامة. أنا سياق الكلام عندي عام، ما يوجد ربع سني أو ربع سني، يوجد سنتي. شوف أنا الآن استطيع ان اخرج لك اقوال العلماء، لكن الان راح اوافقك نقول عام صح. هدوء. نعم هدوء. زين. الذي يرغب عن سنتي ليس مني، انت توافق على هذا؟ نعم. الحديث انه اللي يرغب عن سنة النبي فليس من النبي، يعني شنو كافر؟ نعم. ولا ايش هذا؟ اولا هناك شروط واحكام لكل امر، يعني اذا انسان رغب عن السنة ربما يكون جاهل. لا لا مش جاهل، مش جاهل، شروط، مش جاهل، احنا ما لنا علاقه بالجاهل، شروط، غير جاهل، غير جاهل، عالم، عالم محددات. عالم يا ابن عمي هسه ليش اللف والدوران؟ العالم قد يخطئ، هو العالم ليس رسول في النهايه، العالم شلون امسكك الان؟ لا جاهل امسكك. لحظه الان اعيد السؤال، بيعه ولي الامر سنه وليست سنه؟ بيعه ولي الامر إذا كانت أركانها مكتملة نعم، أما إذا كانت أركانها ناقصة لا تجوز، لا يشترط أنك تبايع، يعني إذا كان الحاكم مثلا ضعيف لا كيف أبايعه؟ أذهب، هل أترك الحاكم القوي وأذهب إلى ضعيف أقول تعالى أنا اخترتك؟ لا لا يجوز. زين. عبد الله بن عمر لم يبايع أمير المؤمنين، إذا ترك السنة. لا أمير المؤمنين علي لم، أغلبية الصحابة لم يبايعوا، ليش؟ أنه كان ضعيف لا يستطيع أن يحكم، فبالتالي كلهم انحازوا إلى يعني جيش علي، جيش علي من كان في الصحابة بسوى عمار بن ياسر، يعني الصحابة وقفوا يعني أخونا عمار، أخونا نعم. عمار يعني الآن السنة نعم. نذهب إلى معاوية القوي ونترك علي بن أبي طالب الضعيف على حد قولك. هو المشكلة أن أغلب الصحابة لم يبايعوا علي، حتى أهل البيت نفسهم، ابن عباس الآن خلينا نحرر، خلينا نحرر موضوع النقاش. السنة الآن من رغب عن سنتي، أنت تقول علي بن أبي طالب كان ضعيفا، فالمفروض الآن لم يستطيع أن يحكم، معاوية كان قوي طبعا. طيب الآن مليون بالمئة. الآن إذن السنة هي أن نذهب نبايع معاوية القوي ونترك علي بن أبي طالب. طبعا اكيد. هل من المط... هل انت اذا انت تريد ان تختار رئيس دوله، هل تختار رئيس دوله قوي ام تذهب الى الضعيف الذي يدمر الدوله؟ تذهب الى القوي، هذه سنه كل البشر. انا بس اريد لا يوجد انسان على وجه الارض يختار حاكم ضعيف، مستحيل. اريد الاخوان يسمعون انه الان الزمته
أنه يقول أنه بيعة علي بن أبي طالب هي بيعة الضعيف، خلافة الضعيف، والمفروض الكل تبايع معاوية وتترك علي بن أبي طالب، والأمر لكم يا سنة. لا شك، لا شك في هذا الأمر، هذا الأمر لا شك فيه. كل أصلا كل الصحابي 90% من الصحابي، 90% من الصحابة. عمار تسمعني، من بايع علي حوالي 500، عشرة من، ليش؟ لأنه يعلم أن علي ماشي. اسمع، الأخوة يوجهون لك أسئلة، علي نفسه ملاحظة سريعة، علي نفسه لم يرغب في البيعة، هو نفسه علي نفسه لا يريد البيعة أصلا. خلاص أسئلة الأخوة سمعتم يا سنة؟ يا سنة دعوني والتمسوا غيري، ما سمع، دعوني والتمسوا غيري، هذه غير ثابتة. تفضل أبو كريم. دعوني أبو كريم. هل عمار، هل سنة النبي صلى الله عليه وآله هي بالشورى أم لا؟ في حسب، في حسب الموضع الذي يوجد فيه بعض الأمور. لا ماذا قال الله تعالى وماذا هي سنة النبي في قضية تعيين الخليفة؟ بالبيعة، بالبيعة لأن الشورى بالبيعة. أخي الضرورات يا أخي، تقاطعون، كيف أجيبكم؟ اصبر يا أخي اصبر. هل هي شورى أم هو تنصيب؟ الكلام، هل هو شورى أم تنصيب؟ الضرورات تبيح المحظورات، يعني هي الأصل. ما عليه الضرورات، ما هي سنة النبي، ما هي سنة النبي وسنة القرآن، شورى أم تنصيب؟ أولا شورى، والدرجة الثانية، الدرجة الثانية تنصيب. فأولا شو أمرهم شورى بينهم؟ مين قال بالتنصيب؟ مين قال بالتنصيب؟ أنا أجيبك. الرسول كان أحيانا يعين قادة للجيش، يا أخي التنصيب، وأحيانا في الشورى. أعطيني أن النبي عين بالشورى. لا يوجد في الحاكم يعين في القرآن، في القرآن وأمرهم شورى بينهم في القرآن. لحظة لحظة، أما هو تنصيب أما هو شورى؟ النبي كان ينصب ولاة الأمر، صح ولا لا؟ ولاة الولايات، وكان ينصب ولاة الجيش. أنا أجيبك على هذا السؤال، أعطني الكلام. خلك تعال، أنا جايك في دقيقة واحدة بس، خليني ويا حمار. في حديث للرسول، في حديث للرسول، إذا خرج من ثلاثة منكم في سفر بما معنى الحديث فليؤمروا أحدهم. شو معناته يؤمروا أحدهم؟ يعني يختاروا، يشاور بينهم، يختاروا أحدهم. هذا أولا. يعني 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 معاوية لما نصب يزيد، عندما لما معاوية نصب يزيد بالتنصيب، هذا كان سنة الله ورسوله أم خلاف السنة؟ لا، يزيد في الشورى تم مشاورة رؤساء القبائل، هذا أول. ثاني على العراق بدل، أخونا سوي ميوت الله يرضعك، على العراق بدل التليفون. يزيد بالشورى، ليش تكذب على مسلم؟ يقول أقول لك يزيد عينه من قبل معاوية وأجبر الناس على بيعته، وأعطى لابن عمر 400,000 درهم ليضايعوا رشوة في صحيح مسلم. في غزوة عندما خرج زيد بن حارثة في الجيش، قال إذا قتل زيد فالذي يليه إلى اترك عن هذا. هل يزيد بن معاوية نصب بالشورى يا أخي؟ هل يزيد نصب بالشورى أم من يدي قاطع هذا؟ كمل أبو كريم. أخونا صادق، الله خليك، سوي كتم في هناك صادق. هل يزيد بن معاوية نصب بالشورى أم بالتنصيب من قبل معاوية؟ تفضل. بالشورى، بالشورى. أنا أجيبه. دليلك. لحظة، أول واحد جاوب. خلينا نشوف الآراء أبو كريم. الأخ قال بالشورى، الأخ عنده رأي آخر باسل، والجمع الآراء وجاوب. خليه تفضل باسل. باسل شنو الرأي؟ نعم. ما السؤال؟ هل يزيد بن معاوية يقول لك عين بالشورى أم بالتعيين؟ لا بالتعيين، يعني بالفرض. هاي احنا الان حرنا، هذا يقول بالشورى، هذا يقول بالتعيين. زين، وين انتم؟ طيب ولي خالف، سنه اقول لك ابو كريم يقول اراء هي غير سنه، لو بالشورى هي غير سنه. طيب سنه النبي شورى ولا تعيين؟ لا شورى ولا تعيين، هذا كلام غير صحيح. هذا لا شورى ولا تعيين، هذا جانا رأي ثالث. شلون احنا اسمع دعني اجيبك. لعد آية الشورى خاصة نبي على شنو؟
لا 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 انا ما لي شغل بالموضوع، انت الان تسالني، انت تسالني انا اجيبك. خليفة المسلمين لا يكون خليفة الا بالبيعة، بالبيعة فقط. بيعة بالشورى ولا بالتنصيب؟ بالبيعة، بالبيعة، لا تكون كيف شورى، بيعة، بيعة. ادري ادري يعني المسلمين من قبل انتخابات يعني يسوون اسماء قرعة ويختاروها ولا يختارون واحد ويبيعون؟ الانتخابات اسلوب، الاقتراع والصناديق اسلوب. كيف يحدد الرجل بالبيعة؟ نعم، يحدد عن طريق اهل الحل والعقد، هم الذين يختارونه. اهل الحل والعقد يختارون واحد، صحيح؟ من اللي يختار يزيد بن معاويه؟ اي نعم، يعني مثلا من اللي اختار؟ مثلا يكون عندنا، من اللي اختار يزيد بن معاويه في اهل الحل والعقد؟ لا احد، فرضه ابوه. يعني 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 صارت وراثه، صح؟ لحظة لحظة أبو كريم، هذا يقول فرضه أبوه. عمار تقبل أنه أبوه هو الذي فرضه؟ عمار إيه معك. نعم يزيد أبوه فرضه، صح؟ غير صحيح. أنا يا جماعة أنا عندي الأدلة. خليهم بيناتهم حاج وعد، خليهم بيناتهم. لا هذا يقول لك أبوه فرضه. اسمع عمار، عمار هذا يقول يا أخ باسل، هذا يقول غير صحيح. أنت شو سني؟ أنت ما أنت سني أخ باسل. لا يملك دليل. لا 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 يملك دليل. ما تملك دليل. لا فرضه أبوه. لا ولكن الأمر بيعته. يقول لك لا أنت غلط، أنت مو سني أساسا، مو سني، ما عندك سنة. أنا هذه مثلا تختلف فيها الأنظار. يا أنظار يقول لك أنت شو تقول أبوه فرضه؟ ما يصير. لا انا عندي لا ابويا بشرع معاويه يا اخوان واحد كان يجب ان يخلي بين الناس ليختاروا من يرونه مناسبا. ايوه سمعت يا اخ عمار يقول لك هاي السنه. عمار ما انت سني الان، شوف انت مو سني. عندي وليس من الغضب عن سنتي، اذا هاي هو ليس معاويه ليس من السنه. اذا انت ليس من سنه انت ومعاويه ليس حسب قول الاخ باسل هو ايضا سني. شوف يا اخ عمار احنا ليش قلنا انت مو ما انت سني، هم يقولون عنك ما انت سني. لا انا هو اللي جاب سنتي ليس مني، هو اجابه. ها شلون؟ لا انا عندي المصادر، عندي المصادر، عندي كتاب البدايه والنهايه. انا عندي يعني مش أتكلم بمصادر. أيوة أخونا باسل يقول لك أنا عندي كتاب وعندي مصدر وأنت كل اللي تقوله ما علي دليل، ما أنت سني، جاوب. لا 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 هذا الأمر مفروغ منه أصلاً. أن أيوة يفيدنا هذا، لا يفيدنا هذا. أيوة دليل اسم الكتاب، أعطينا طي اسم الكتاب. أنت مين سني؟ أنت طي اسم الكتاب، تفضل طي اسم الكتاب. يعني تتكلم بدون كلام بدون ما انت سني. انت ما انت انت ما انت سني، ما تتكلم بدون كتب، هو يتكلم بمصادر. انت مو انت سني، انت ما انت سني. اعطي مصدر، اعطي مصدر، جابه، جابوا للاخ عمار عنده مصادر. هات هات اعطينا اسم الكتاب، ارقم الصفحه كنا نناقشها. اما هذا كلام في الهواء، كلام في الهواء لا يفيد، هذا لا نستفيد منه، يضيع وقتنا. لحظه هات مصادر كتب. لحظه كلام في الهواء، كلام في الهواء. أبي سفيان يا وعد، يعني الصوت فيه ترجيع. أنا كلام في الهواء، كلام يقول في الهواء، يقول لك كلامك في الهواء. كتب. أنت أساسا ولا أنت سني وكلامك كله في الهواء. دي جاوبه، جاوبه، تفضل. أعطيني أخي وعد، الصوت فيه ترجيع. حساس، أمور خطيرة، أمور خطيرة، نريد أن نعرف المصدر. اي طيب ولا خطيره ولا كثيره. لا حقا يقول لك اريد مصدر، تتكلم بادله. السنه عندهم مصدر، عندهم دليل. كان اي تفضل. كان المفروض بمعاويه بن ابي سفيان ان يترك الامر للناس بعد موته، هم يختارون من يرونه، ولم يفعل هذا. ايوه يعني ترك السنه. يعني سمعت يا اخ عمار، يعني الاخوان اهل السنه يقول لك كان المفروض من معاويه أن يترك الأمر للناس لأن هي هاي السنة، فبما أنه معاوية ترك، إذا معاوية ليس سني، معاوية ما هو سني. معاوية شاور الناس، شاور الناس معاوية. والكتب كل كتب التاريخ.
كتب التاريخ تقول لك شاور الناس يأتي شخص ويقول لك له شاور كيف هذا، هذا كذب كتب التاريخ كله. كلام كلام خطير، كلام خطير. لا لا أخذ ضيعة ابني في حياته. أنا عندي كتاب البداية والنهاية جزء ثماني. صحيح البخاري يقول أن معاوية جعل الناس يبايعون يزيد. يلا ليش كذب البخاري؟ استشارة. لا 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 كذب البخاري، هذا صحيح البخاري حديث ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن عن عائشة. يلا كذب عائشة. طب أعطيني النص، أعطيني النص. هذا حدثنا النص موجود في البخاري، قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا، فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالدي أف لكما هذا، فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. هذا الحديث في البخاري. إذا معاوية طلب البيع ليزيد في حياته، هذا الكلام ليس فيه أنه أجبرهم، هذا كلام الذي قرأته أنت ليس هل فيه أنه أجبرهم. قال له تجعلها أرقلية، هذا رأي، هذا رأيها. لا من أبو بكر. أين الموضوع الأساسي؟ ليس فيه إجبار. أنا عندي كتاب البداية والنهاية. يا يا أخوان الأخ يسألني أين الموضوع الأساسي، وأنتم سنة ملكم سنة. الآن ها بينكم تتعاركوا، ما عندكم سنة. أنا أقول الموضوع الأساسي كتاب الله وسنة ما وجدنا. هذا الاخ راح اصبر هذا على قلب رجل واحد. نحن عترتي اسمع هذا لا ما صحيح. لا عترتي نحن عترتي احنا لا تعصم من الضلال. احسنت. الان انت ضد النبي لان النبي يقول ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، وانت تقول ما تضلوا. لا. فانت ضد النبي. لا حاشا انا لست ضد النبي، انا ضد فهمك انا. لا انت ضد النبي، النبي يقول لن تضلوا. النبي يقول لن تضل. بس خلي اخذ هذا بعد انك اخ باسل اوصب يا اكرتي. ماشي لا ساضرب لك انه قال لن تضل. تفضل اخونا اللي جبت هذا ربطت له ولا تفضل تفضل اخونا من السويد. السلام عليكم. عليكم السلام. ليش تغلط علي؟ انا ما غلطت عليك. لا بالعكس، انت مو قلت انا تشيعت، تقول تشيعت. لا ليش تقول لي لا انت تقول تشيعت. خلاص اذا تشيعت الحمد لله رب العالمين، اسال الله ان يبارك لك في التشيع. انت قلت انا تشيعت، كلكم سمع هذا الامر. زين اخونا زين. تفضل ابو محمد تفضل. استاذ عدلان السلام عليكم. السلام اهلا، مساكم الله بالخير استاذ عدلان. حياك الله مساء. نرجع الى عطرتي بصحتي. لماذا شرح هنا بمعنى عطرتي؟ لماذا شرحوها ال12 معصوما شرحوها بنو هاشم؟ بالله قرانا شلون شرحوها. تفضل اعطيني انت دابا الان تلزموني بالعتاب. انت سني 12 معصوما. لا انت سني. انا ما فهمت عترتي بما فهمت انت، هل علي عيب؟ يوصل عدنان اخونا عندك صوت لا جامك اطفال. أنا لم أفهم عطرتي كما 12 معصوم. شنو علماءك؟ فهمت عطرتي. ماشي شنو فهمت؟ لحظة علماءك شنو شرحوا العطرة؟ تفضل. لو أن علماء شرحوا العطرة 12 لكنت أنا إمامي المنتزم بعيد. علماءك ماذا شرحوا العطرة؟ شوف كم مرة سارا قدم أخوة. شرحوها بمعنى زوجاته وبنو هاشم. أصبر هدو يا اخي انت ما تصيرك بمكان صوت اطفال مزعج. زين علماءك يقولون انه عترتي يعني زوجات النبي، يعني النبي ترك فينا كتاب الله وزوجاتي صح؟ صح، لان القران قال تمسكوا بزوجات النبي فاخذتهم. شو نسوي بزوجاته؟ شو نسوي بهم؟ أه
واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من أين أخذ الدين من زوجتك. أحسن. الطين الدين اللي أخذته من صفية، والطين الدين اللي أخذته من أم حبيبة، والطين الدين اللي أخذته من جويرية، كل واحدة 10 أحاديث. تفضل. لا أنا لماذا سؤالك فقط عائشة والسلام؟ لا 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 أقول لك، وما قال واذكري يا عائشة ما يتلى في بيتك يا عائشة، قال واذكرنا، فإحنا نريد اللي ذكرنا ولا ما ذكرنا المفروض. الحديث يقول ولن يفترقا كتاب الله وعترتي، ولن يفترقا. الآن الزوجات ماك ولا واحدة من عترتي، وين عائشة موجودة حية؟ ما دلنا عليها بالله هذا الكتاب، وين عائشة؟ ها؟ لن يفترقا كتاب الله وعترتي حتى يرد علي الحوض تارك فيكم للأمة جميعا. يلا وينها عائشة؟ وين حفصة؟ سأجيبك يلا. لا لا مو أنت، مو أنت، هو أبو محمد، هو أبو محمد. وين عائشة وحفصة؟ لم يسأل البيت. ها؟ الرواية التي نأخذها، الرواية التي نأخذها يا أستاذ ميسم، ما في الآن أنت تقول نساء النبي ترك فينا نساءه، ماشي على عين والرأس. الآن الحديث يقول لن يفترقا، لن يفترقا. الآن نساء النبي فارقنا الكتاب أم لم يفارقنا الكتاب؟ لو موجودات حتى النبي فارق الكتاب، الكل مات، الكل مات بمعنى أخذ. زين طيب طيب، الآن الكل مات، النبي قال لن يفترقا. نعم لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، يعني الكتاب موجود العترة موجودة. زين هو اسمع سؤاله، أنت تقول الكل افترق، النبي قال لن يفترقا، وأنت تقول افترقا، يعني النبي والعياذ بالله كذب علينا؟ تفضل. لا أحد اليوم مع القرآن، ما مع القرآن. الله أكبر، يقول لا أحد اليوم مع القرآن. إخواني يعني شوف إخواني، حاج واحد عندي سؤال إلى ممكن، بس لحظة. السيدة عائشة عندما خرجت على أمير المؤمنين هل كانت مع القرآن أم كانت ضد القرآن؟ نعم شفت إخواني، يقول لم يكن أحد، الآن لا يوجد أحد مع القرآن. لحد أنا والله أسمع بالخطب نحن أمة القرآن ونحن أمة طلع ولا واحد من القرآن. هذه فائدة البرنامج، أنه يبين لكم أن هؤلاء، لا أنا ليش قلت لكم هؤلاء ما هم سنة إخواني، صدقوني هؤلاء ما هم سنة على الإطلاق، وهذا أمامكم الآن تسمعون. يخرج واحد يجي واحد، يخرج واحد، كلهم نفس الشيء، بيناتهم يتعاركون. حجي أبو مصطفى هو سأل سؤال من حقه أن يسمع الجواب، قال هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله عندكم من هم العترة؟ نعم، سنة الصحيح في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، يقول أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي عليه السلام، والحديث صحيح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنتم هم تقولون الشيعة ما عندهم سند صحيح إلى رسول الله بالمناسبة. يقول سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من العترة؟ فقال أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه. يلا هذا معنى العترة. زين تفضل أخونا من السويد. حكينا هو معنى العترة من النبي صلى الله عليه وآله عندهم، إنه قال نسائي إن نسائي عترة عنده. تفضل أخونا من السويد اللي رقمك 3 بالأخير، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأخ باسل، استشهد بالآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، تمام؟ نعم. وعندهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يخطأ في الأمور اللي غير التبليغ، فكيف رسول الله يعلمني الكتاب افتهمنا، كيف يعلمني الحكمة وهو يخطأ في الأمور الدنيوية؟ أحسنت واجدت، بارك الله بك، رحم الله والديكم. هذا رقم واحد. سؤال رقم 2، إذا أمكن تجاوبوني علي لما يكون عندكم مجال، مو إلا هسه خارج موضوع الحلقة. السؤال هو
لماذا الأخوة من المذاهب الأخرى في احتفالية ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجهون إلى الإمام الأعظم، إلى جامع الإمام الأعظم للاحتفال؟ شكرا لك. لماذا؟ شكرا لك جزيلا. في أمان. تفضل أخونا. أخونا اللي رقمك من أي دولة؟ أظن من 0.